طبعا عشان نعرف بقى احنا بنستعمل ليه ماجنتيك فيلد في التسلا رينج، البيسكس بتاعتها موجوده في الفيزيكس. لو احنا فاكرين الجزء بتاع الفيزيكس اللي هو تشابتر 3 كنا بنتكلم على سيستمز اوف ماني بارتكلز، كنا وصلنا الحقيقه لكونكلوجن مهمه قوي في الاخر، حاجه اسمها البولتسمان ديستريبيوشن او البولتسمان فاكتور. البولتسمان فاكتور ده كان بيقول لنا ان انا لو انا عندي تو ستيتس لسيستم معين، ممكن اقارن الريلاتيف ديستريبيوشن بتاعنا في التو ستيتس دول عن طريق البولتسمان فاكتور اللي هو بالشكل ده كده، اوكي، اللي هو عباره عن اي تو ذا ماينس يو او دلتا يو بمعنى صح على كي بي في تي. كي بي في تي اللي هي كي بي اللي هي البولتسمان كونستنت، والايه والتي ده اللي هو التمبرتشر بتاعتي. اليو دي عباره عن الفرق في البوتنشال انرجي بتوين التو ستيتس، اوكي، او فرق في الانرجي عموما. يعني عاده لما بتكلم على بارتكلز بالشكل اللي بتكلم عليه دوت غالبا الكينيتيك انرجي بتاعتهم بتبقى واحده، بس يعني عموما بتكلم عن انرجي ديفرنس، فبتكلم على الايه على البوتنشال انرجي مينلي يعني. فاحنا لقينا الحقيقه في الفيزيكس بتاعت الام ار اي ان الفرق في الانرجي ده بيتناسب مع جاما في ام في اتش بار في ايه في بي. الاتش بار ده هو نفسه البلانكس كونستانت بس في توايس باي ديفرنس، يعني توايس باي فاكتور كده موجود. الجاما دي بنسميها جايرو ماجنتيك ريشيو، ده عباره عن كونستانت. الام دي بسميها السبين نمبر، اوكي، السبين نمبر ده ممكن مثلا بتكلم على الهيدروجين بيبقى عندي يا اما نص يا اما ناقص نص. فمعنى كده لما بتكلم على نص او ناقص نص بشوف بقى الفرق بينهم هيبقى واحد مثلا. بتكلم برضو على البي ده الماجنتيك فيلد بتاعنا، اوكي. فلما ببص على الفاكتور دوت، اوكي، وعايز اعرف بقى ان انا عندي تقريبا كام بيرسنت من البوبيوليشن بتاعتي هتبقى الاين مع الماجنتيك فيلد عشان اعرف النت ماجنتايزيشن بتاعي هيساوي كام. فبحط هنا الفاكتور بتاعي دوت او اشوف الافرج بتاعي او احسب الويتد افرج بتاعي بيساوي كام، اوكي. فلقينا اكشوالي ان احنا يعني ات روم تمبرتشر الفاكتور الموجود عندي هنا دوت، الفاكتور الموجود عندي هنا اللي هو اللي موجود هنا فوق دوت اقل بكتير قوي من الواحد. فمعنى كده ان ده تقريبا ان هو النت ماجنتايزيشن بتاعي تقريبا بيساوي صفر، اوكي. فمعنى كده ان انا بتكلم على يعني ما ينفعش ان انا اصور في الماجنتيك فيلد بتاع الايرث وبس، او ما يبقاش في عندي اكسترنال ماجنتيك فيلد. لو انا خدت الابروكسيميشن بقى وطلعت الايكويشن دي، فكيت بقى الاكسبوننشال ده ان ترمز اوف الباينوميال ديستريبيوشن او بينوميال يعني اكسبانشن بتاعها، هلاقي ان النت ماجنتايزيشن بتاعي دوت اللي هو الام زي نفسه هو عباره عن عدد المولكيولز نفسها، عدد النيوكلياي اللي موجوده بمعنى اصح في النسبه بتاعت الايه النيوكلياي اللي موجوده اللي هي الايند مع الماجنت، اوكي. فلاقي في الاخر انها ابروكسيمتلي بتساوي الكلام ده. هنبص على الكلام ده هلاقي الان دي عباره عن عدد النيوكلياي الموجوده، دي طبعا بتيجي طبعا من افوجادروز نمبر تايمز النمبر اوف مولز الموجوده في شويه فاكتورز بقى كلها كونستانتس. الحقيقه كل الحاجات دي كونستانتس. الاي دي فانكشن في مثلا وانا بتكلم عن الهيدروجين دي هنلاقيها بتساوي مثلا اللي هي الـ مثلا ناقص نص في نص، يعني هنلاقي ان هي في الاخر رقم ثابت برضو، اوكي. التي هي التمبرتشر، والكي بي برضو ده كونستانت اللي هو البولتسمان كونستانت بتاعي، وفي الاخر بتتضرب في البي. فالاقي ان تقريبا الماجنتيك اللي هو النت ماجنتايزيشن بتاعي بيتناسب مع الماجنتيك فيلد بتاعي بيساوي كام. فمعنى كده كل ما انا كبرت الماجنتيك فيلد دوت كل ما كان عندي النت ماجنتايزيشن اللي انا بحاول اقيسه كان اكبر، اوكي. فدي طبعا ميزه كبيره جدا لان انا يعني كل ما كبرت الماجنتيك فيلد كل ما كان السيجن تو نويز ريشيو بتاعتي بتكبر بنفس المقدار بالظبط. فطبعا هنلاقي ان احنا عندنا لما بنصور بمثلا 1 تسلا وبصور ب 3 تسلا الاقي الصوره بتاعت 3 تسلا الكواليتي بتاعتها كسيجن تو نويز ريشيو احسن بكتير جدا من الايه من ال 1 تسلا. الجزء اللي كنا بنتكلم عليه في الاول خالص اللي هو الفرق بين الاوبن ماجنت والكلوزد ماجنت اللي هو الشكلين اللي انا وريتهم في الاول خالص، هنلاقي ان الاوبن ماجنت دوت بيبقى عاده الماجنتيك فيلد بتاعه اصغر شويه. يعني بنلاقي الاوبن ماجنت ده ممكن نلاقيه مثلا 0.35 تسلا 0.5 تسلا ماكسيمم، انما الكلوزد ماجنت بتلاقيه 1.5 تسلا. فرغم ان الاوبن ماجنت ده بيبقى مريح بالنسبه للبيشنت، ما بيبقاش فيه الجزء الضيق اللي البيشنت لازم يخش فيه او النفق اللي البيشنت بيبقى يعني
الى حد ما يعني بيبقى خايف منه شويه، الا ان الكواليتي بتاعت الصوره بتاعت الاوبن ماجنت بتبقى الحقيقه اوحش شويه من بتاعت الكلوزد ماجنت، والحقيقه بنضطر ان احنا ناخد كذا اكوزيشن عشان نقدر نطلع الصوره بنفس الكواليتي بتاعت الاوبن بتاعت الكلوزد ماجنت. والحقيقه في بعض الابلكيشنز زي سبكتروسكوبي وزي الفانكشن ام ار اي والحاجات دي كلها الحقيقه بتحتاج سيجن ترونز ريشيو عاليه، فبيبقى في عندنا ضروره اكشن ان احنا نستعمل الكلوزد ماجنت مش الاوبن ماجنت.